في الوقت الذي يستمر فيه نظام الرئيس السوري بشار الأسد في التحاور مع الذات مغلبا منطق القوة على قوة المنطق، تستمر الاحتجاجات العاصفة في وجه آلة القتل التي تزداد شراسة يوما بعد يوم. معلومات اليوم أفادت أن دبابات الجيش قصفت بلدة الرستن خلال حملة عسكرية على الانشقاق في منطقة حمص التي أصبحت إحدى النقاط الرئيسية الساخنة بين القوات الموالية لبشار الأسد والمنشقين عن الجيش. وقال الشهود إن 3 من سكان الرستن أصيبوا عندما أطلقت قوات الأسد نيران مدافع آلية ثقيلة. وأفاد سكان عن تمركز نحو 60 دبابة وعربة مدرعة عند الطرف الشمالي للرستن وأن كل الاتصالات مقطوعة. وليل سوريا حتى الصباح احتجاجات متواصلة وإصرار على إسقاط النظام الذي يوغل في القمع. ففي دمشق العاصمة خرجت مظاهرة مسائية في أحد الوفاء لزينب هتفت بإسقاط النظام بالتزامن مع مظاهرة في حي الزاهرة القديمة. ريف دمشق يبرود والقابون ودومة وجدلية عرتوز وزملكة والزبداني، مظاهرات تتحدى السلطة تجابه بالنار، والدبابات تقتحم كناكر وتوقع نحو 30 جريحا بإطلاق النار العشوائي. مدينة حماد مظاهرات عارمة في حي القصور وجنوب الملعب وطريق حلب ودوار الأعلاف وانشقاق جنود في الجيش. ريف حماة تضامن فخرجت مظاهرات في طيب الإمام والسلامية وقلعة المضيخ وحلفية وكفر زيتة هتفت للحرية وطالبت بإسقاط النظام. محافظة إدلب اقتحمت قوات عسكرية وأمنية صباحا قرى كفر عميم والريان والشيخ إدريس شرق مدينة سراقب، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال 17 شخصا. درعا المدينة وريفها، داعل والصنمين وصيدا وجاسم ونصيب والطيب والحرات وخربة غزالي، كلها صوت صارخ لا للنظام، نعم للحرية والكرامة. رمز المصري، العربية.